يا اهلا وسهلا متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل مشوار مصارع. نجم الحلقة هو فخر العرب سامي زين، مقدمكم جود جي دي 13 من هروج المصارعة. وبسم الله نبدأ. سامي زين واسمه الحقيقي رامي سبعي، وهو من جذور عربية سوري الأصل ومن مواليد كندا. ولد سامي زين في 12 يوليو 1984، بدأ المصارعة الحرة في المكسيك في عام 2002، وكان في العمر من 18 سنة فقط. كان في اتحاد PWG، وكانت كامل مسيرة سامي زين في الاتحادات المستقلة وهو يرتدي القناع ويمثل شخصية الجينيريكو. دخل في عداوات كبيرة خلال فترة تواجده، ومن أبرز عداواته عداوة سامي زين وكيفن ستين المعروف بكيفن أوينز ضد البريسكوز، وقدموا ملحمة لا تنسى في عرض مان أب 2007. كانت مباراة سلالم، مازال الجمهور يتذكرون هذه المباراة بمجرد رؤية سامي زين وكيفن أوينز. وأيضا من عداوات سامي الخالدة والتي كانت ضد صديقه المقرب كيفن ستين، كانت في عام 2010، وعلى حلبات اتحاد حلبة الشرف ROH استطاعت أن تحصل هذه العداوة على أفضل عداوة في عام 2010. كانت مباريات الفرق ومباريات الجماعية دائما ما تظهر سامي زين بأفضل شكل ممكن، وكان دائما ما يتألق. وفي يناير 2013 وقع سامي زين عقدا رسميا مع NXT، وكان في بداياته يظهر تحت الاسم الحقيقي رامي سبيعي. وبعد فترة من تواجده في العرض ظهر لأول مرة تحت اسم سامي زين، وبعد 18 شهر فقط وفي عرض رايفلز 2014، وتحديدا في شهر ديسمبر، استطاع سامي زين من تحقيق أول ألقابه في NXT. ولم يكتفي سامي بذلك، بل حقق جائزة السلامي لأفضل مصارع لعام 2014. ومن أهم مباريات سامي زين مباراته ضد سيزارو، ضد نيفل، وختاما بمباراته ضد شينسكي ناكامورا، كانت في عرض تيك أوفر دالاس بتكساس. مسيرة سامي زين في العروض الرئيسية بدأت من كندا في عرض رو بتاريخ 4 مايو 2015، وتحديدا في تحدي لقب الولايات المفتوح الذي كان يقيمه جون سينا بشكل أسبوعي. دخل سامي زين بعد ما تم تقديمه من الأسطورة بريت ذا هيتمان هارت، لكن للأسف لم يتم تحقيق حلمه في الاستكمال بتواجده مع العروض الرئيسية الأسبوعية بسبب الإصابة. لكن بعد عودته من الإصابة في سنة 2016 شارك سامي زين في الرويال رامبل 2016، وأيضا في مباراة السلالم على لقب القارات في رسلمانيا 32. وفي عرض الرو بعد الرسلمانيا 32 تم تصعيد سامي زين بشكل رسمي للعروض الرئيسية، ليستكمل سامي زين عداوته مع كيفن أوينز، حيث حددت بينهم مباراة في مهرجان بيباك 2016، انتهت بفوز كيفن أوينز، ليدخل الاثنين بعدها منافسات على لقب القارات، حين حددت مباراة رباعية على اللقب في مهرجان إكستريم رولز 2016، انتهت بحفاظ ذا ميز على لقبه. بعدها شارك الاثنين في مباراة الحقيبة في مهرجان ماني إن ذا بانك 2016، حين فاز بالبطولة دين أمبروز، لتنتهي العداوة بينهما في مهرجان باتل جراوند 2016 بفوز كبير لسامي زين. وبعد مهرجان سمر سلام 2016 دخل سامي زين بعداوة مع كريس جيريكو، انتهت في مهرجان كلاش اوف تشامبيونز 2016 بفوز كريس جيريكو. وفي مهرجان السيرفايفر سيريس 2016 دخل سامي زين مباراة على لقب القارات مع حامل اللقب ذا ميز من عرض سماك داون، لكن ليخسر المباراة سامي زين. بعدها بدأت عداوة سامي زين مع الوحش برون سترومن، حيث تقابلا الاثنين في مهرجان رود بلوك 2016. كانت مباراة تحدي الصمود لسامي زين ولمدة 10 دقائق أمام الوحش برون سترومن، وانتهت بفوز مفاجئ لسامي زين، لكن ليخسر في عرض رو 2 يناير 2017 في مباراة آخر رجل يقف لبرون سترومن. وبعد مهرجان الرويال رامبل 2017 دخل بعداوة مع سامو جو، انتهت بمهرجان فاست لين بفوز سامو جو. وفي مهرجان الرسلمانيا 33
شارك سامي زين بمباراة الافتتاح للباتل رويال الخاصة بالعملاق الراحل أندري ذا جاينت، والتي فاز بها النجم موجو راولي. وبعد الغربلة انضم سامي زين لروستر عرض سماك داون لايف، حيث دخل بعداوة مع بارين كوربن انتهت بتحديد مباراة بينهما في مهرجان باكلاش 2017، حين انتزع سامي زين الانتصار. وشارك سامي زين في بطولة الحقيبة في مهرجان ماني ان ذا بانك 2017، والتي فاز بها بارين كوربن، ليبدأ بعدها بعداوة مع ايدن انجلش. تخللها تدخلات من كيفن أوينز أدت في النهاية إلى تدخل سامي زين في عداوة كيفن أوينز وشين مكمان، حيث عادت عداوة الاثنين كيفن أوينز وسامي زين من جديد. لكن في مهرجان هيل إن ذا سيل قفص الجحيم 2017، وقبل نهاية مباراة شين مكمان وكيفن أوينز، صعق العالم بمشاهدة تدخل سامي زين لصالح كيفن أوينز، مما ساهم في فوز كيفن أوينز. وفي عرض سماك داون التالي أعلن سامي زين تحالفه مع كيفن أوينز، ليتحول سامي زين إلى دور المكروه للمرة الأولى في مسيرته. والآن نستعرض لكم ألقاب سامي زين: لقب NXT مرة واحدة، لقب PWG للوزن الثقيل مرتين، لقب PWG العالمي للفرق 5 مرات، بطولة بولا نسخة عام 2011، لقب التلفزيون لاتحاد ROH مرة واحدة، ولقب الفرق لاتحاد ROH مرة واحدة. وكذا نوصل في ختام حلقة مشوار مصارع لهذا الشهر، كانت عن فخر العرب سامي زين. مقدمكم جود جي دي 13 من هروج مصارع، وإلى اللقاء. Like a party.